الزمالك جايين يستمتعوا بكافه الخدمات المقدمه هنا داخل نادي الزمالك. يمكن اعضاء الجمعيه العموميه يمكن كنا مسجل معاهم من شويه، الناس مبسوطين جدا بكل حاجه متواجده داخل نادي الزمالك. الانضباط القوي اللي موجود من قبل طبعا سياده المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك اللي منورنا ومشرفنا دلوقتي. سياده المستشار متشكرين. هو بس سؤال، هم عايزين ايه من نادي الزمالك؟ هم عايزين ايه من مرتضى منصور؟ الناس زمالك امبارح فرحان جدا، كسب 4 في اول يوم في البطوله، بقى اول المجموعه، بطوله صعبه، ودي قلت قبل كده دي اول خطوه. بعض السوشيال ميديا الزملكاوي بعض شكر ارض الملعب وشكر النجيله وشكر اللعيبه وشكر الجهاز الفني وشكر المذيع، وانا برضو بشكره لانه حاجه راقيه محترمه، ونسي يشكر رئيس النادي اللي عمل كل دون. هو مش عايز، فانا سعيد بيهم. يعني بقول لك شكر النجيله شكرها، لكن الفرحه دي لازم يبقى وراها مصيبه. ازاي تفرح ومصيبه جزء منها النادي المنافس بيعملها وانت عندك بتشير اللي عاملين نفسهم زملكاويه؟ انا لقيت رساله جالي الصبح اهي، ثانية واحدة، أنا بحب دايما بالمستندات. بسم الله الرحمن الرحيم. أهي واحدة بعتلي رسالة بتقولي محتاجة رد مع عدوة على الحادثة الفرد الامن بعد اذنك عشان اعرف ارد. هو حضرتك صفتك ايه؟ لا انا ارد. انت مالك؟ ما هو احنا عندنا جهاز اعلامي بيهرج مش موجود. فسالت لو بيجي لي شكوى قد كده من غير بقى يعني من اللي بعتها، فقالوا لي واقعه من سنتين تقريبا، ما اعرفش، مش فاكر كنت انا موجود رئيس نادي ولا لا، بس اللي انا فاكره لو انا كنت رئيس نادي بقطع رقبه الامن. اللي انا فاكره وده بيحصل كل يوم، فرد امني بيتجاوز الاعضاء عارفين بره فصل. لغايه ما جاء لي هذا الشاب محترم بيقول لي انا فلان مين؟ مش عارفه. فقال لي انا بتاع فيديو النهارده. قلت له فيديو ايه؟ انا افتكرته عاملين له فيلم سكس ولا حاجه. ما احنا ولاد الادب شغاله، قله الادب شغاله. فقال لي انا اللي متصور في الفيديو اللي من سنتين تقريبا. اولا ما كانش المكان ده كله موجود خالص، البوابه دي كانت هناك في الاخر خالص، تمام. فقال لي حصلت مشكله بيني وبين العيال بتوع الامن. طبعا مش فاكر دول ايامي ولا مش ايامي، لان دي انا دايما بنجيب شركه يعني، ولما حد بيغلط بنفسخ العقد كله. وحصل الاشتباك وضرب. انا شفت الفيديو طبعا، انا ما شفتوش ساعتها خالص وما اعتقدش انا كنت موجود، لان ده شغل بلطجه. طب من امتى الكلام ده؟ من سنتين. بيتشاير النهارده ليه؟ عشان الزمالك طلع من البدرون وبقى في السماء في اول ماتش. طب ما احنا عايزين بقى نشوه. طب احنا ما شكرناش رئيس النادي اللي جاب اللعيبه دي كلها والمدير الفني، وعمال يزق يمين وشمال عشان ربنا يكرمهم، وقعد معاهم هنا قبل الماتش وشجعهم. لا احنا عايزين نعمل اي مصيبه تقريبا. من قد ايه ده؟ اولا نعرف نفسك الاول. انا علي حازم الديب. حصل الموقف ده من سنتين، كانت مشاده مع الامن عادي وبتاع، كان في رمضان وفي حر و كان في مشكله عايز اعدي من بوابه. عملوا معاك ايه بقى بعد ما عرفوا ان انا او غيري يعني؟ هو لما عرفوا كنت عايز اعدي بس مش اكتر، والفرد الامن كان يعني كانوا بلطجيه الصراحه. بلطجيه. بس حصلت مشاده وبتاع والخناقه خلصت وطلعت الاداره والموضوع اتحل والناس دي اتفصلت من سنتين. والموضوع فعلا يعني انا شخصيا نسيته، يعني انا شخصيا نسيته. 3 مليون اسمه فيو، 3 مليون فيوز و فيوز ترند فعلا. ليه؟ ثانية واحدة يا بيه، انتوا عايزين من نادي الزمالك يا ولاد الكلب، عايزين من نادي الزمالك يا ولاد الكلب، عايزين مني انا شخصيا. هو في ايه؟
ده في مجازر في النادي الاهلي، روح شوفوها. من سنتين جاي تشهر النهارده، اشمعنى النهارده؟ عشان كسبت امبارح 4. طب ما انا عايز اعكن عليك، والعمل الفيديو ده مش هيتساب. بس انا بوريكم احنا هنكمل دلوقتي. انا اقسم بالله اول مره اشوفه دلوقتي، اقسم بالله انا اول مره اشوفه حالا. واحد يقول لي انا اسمه فلان، انا فلان والده عرفت انه الله يرحمه محترم حازم الديب، تمام. اللي هو فاكر ولا انا فاكر كانت ايامي، لان انا اللي فاكره لما شفت الفيديو منه دلوقتي ما شفتش القذارات دي. البوابه دي كانت هنا، البوابه دي متغيره بقالك سنتين يا جماعه، لكن عايزين ننزل دلوقتي. فتبقى كمل نكمل بس الموضوع سريعا. فبس اتخانقت مع الثلاث ولاد دول، والموضوع ساعتها خلص فعلا. فيش واحد صاحبي على الواتساب امبارح بيبعت لي بيقول لي انت كويس، ف انا الحمد لله تم في حاجه ولا ايه؟ قلت لي خناقتي انا ما اتخانقتش، نادي الزمالك. فقلت له انا مش فاهم حاجه، اتكلم لو سمحت. اسمه بلتة بالمناسبه، ما علينا. فبس فبعت لي الفيديو، فالفيديو طب ايه اللي طلعه؟ طب ماني اللي طلعه الكلاب الضاله، اللي طلعه الكلاب الضاله. انا شخصيا يا دوله، ثانيه واحده يا دوله، فوقي بقى. ده في كوارث بتحصل بسبب الفيديوهات دي. موضوع من سنتين، معرفش انا ما كنتش موجود من سنتين. ما انا بتحل ما بيزنس طيب، بتحل وبتجمد وبتحبس وتعزل عادي يعني، عادي. ما فيش في بلد الا انا. وعشان كده انا مش عايز اشغل ولادنا في البطوله العربيه. بعد البطوله العربيه اقسم بالله هعمل بيان لرئيس الجمهوريه، هقول له على كل اللي بيحصل ومين اللي بيسلط ومين اللي بيحرم. بس بعد ما نخلص البطوله مش عايز اشغلهم دلوقتي. احنا دلوقتي بندعم وواقفين ومركزين، انما هقول وهتعب ناس كتيره بالتفصيل بالمستندات بالتسجيلات. تاني بالتسجيلات اللي هتعمل كارثه. ف عشان اقول له انا لا فاكره ولا فاكر انا كنت موجود ولا مش موجود، لكن اللي انا اعرفه ان الاعضاء عارفين. لو عيل بس من الامن يعني ايه لسانه طال شويه على العين، حقيقة يا فندم بفصل. ده حقيقة يا فندم. واحنا كمان لما بنيجي نسجل مع الاعضاء، الناس العضوات الجديدة اللي جاية بتقول لك نظرا للامن والامان عايز بعد ما كسبنا امبارح عايز تطلعنا؟ ده نادي بلطجة والراجل اتضرب وتعوق. وبعدين ما هو ليه اسر يا جماعة بتسأل عليه، قال ايه اللي حصل؟ طبعا عمل ذعر زي بالظبط لما بتقعدوا تنشروا من حين لاخر وفاة مرتضى منصور في حادث، وفاة عادل امام. هو ايه ده؟ هو ايه اللي حصل؟ انتوا مين؟ انتوا اوسخ من الخونه. انتوا مش عارفين ده بيعمل زعر للناس. اما الكلب اللي نشر اسمه الكلب فعلا كلب، بس مش هسيبه. لا ده ليه؟ لانه اولا انت بتعمل زعر في النادي الزمالك. نادي الزمالك النهارده فيه 70,000 خصيات، يعني دي خصيات ناس. لا فيه 70,000 تمام. وياما خناقات بتحصل في النوادي وفي الشارع، في كل النوادي. انا اولادي اعضاء في الجزيره بتحصل خناقات، في السد بتحصل خناقات، تمام. في الاهلي يا نهار ابيض، ده ضرب يا جماعه. يا عم ده الجمهور دخل ضرب حسام غالي، ضرب الواد التاني اسمه اللي مش حسام قلب الملعب حسام عاشور، محدش يتكلم. وجينا على واقع من سنتين، انا فاكر انا كنت محبوس ايامها ولا متجمد ولا محلول ولا معزول. ما الموضوع بقى رخم قوي. يا اللي بتدي التعليمات الموضوع زاد، وبقيت هنا ولو اتكلمت ناس كتير هتزعل. ف انت قلت اسمك ايه؟ علي الدين. استاذ علي. استاذ علي شخصيه محترمه، وهو اللي بقدر قدام حتى استاذ محمد شاور كلهم كانوا قاعدين، وجي قال لي انا مش عارف ايه. الست لما بعت الرساله ليها للاخوه المسؤولين هنا في النادي، فقالوا لي وقع من سنتين ومش فاكرين اذا كنت موجود انت ايامها ولا لا، ولو انت كنت موجود تلاقي العيال دي مثلا اتعلقت من رجليها وفسخنا العقل وفسخنا العقل. فكفايه بقى، كفايه. هو انا بتاع المصايب بس؟ ده انتوا ما خلطتوش حد، ما شجرتوش امبارح. ده النجيله شجرتوها، تاني النجيله شجرتوها، والمذيع الجميل عبد الله حاجه جميله وشكرناه. طب ورئيس النادي بقى بتاع المنظومه دي؟ لا 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 لا، ده بقى في ضرب علي، والنادي ما فيهوش امان وبيموت الجماهير
ويشتم الجماهير. اقسم بالله هتندموا وهتندم 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 لو مشيت او اتكلمت. ندم، عارفين الندم؟ ولا بعرف اتكلم كويس وبعرف اعور كويس بده. اشكرك يا علي انك انت جيت ومصر كلها تشوفك دلوقتي. انت حصل خير والله. كل الواد ده ابنك والله. اسمك ايه؟ ايه؟ ايه ياسو؟ ابني. والدك ده بجد؟ صوته مستشار. لا مش شطار. انت ياسين؟ ياسو ماشي. يعني اسمك ايه؟ ياسو معانا في الفيديو. هو في الفيديو معانا. هو في الفيديو خلاص؟ هو معانا في الفيديو. لا هيقول لك ايه؟ اسمه ايه؟ يطلع ترند. اسمه ايه؟ شوف سيادتك عشان ادي ياسو. حضرتك عامل ايه؟ هو اسمه ايه؟ ياسو زياد. زياد؟ زيادة. 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 اه. طيب هو يقول لك مرتضى اتجوز على مراته ما مطلعيني متجوز واحده اسمها هاله. انا ثانيه واحده معلش عايز اقول طلعوني كابتن سباحه. كابتن سباحه واتقفشت سكران ومحشش واشكبا. حصل حصل والله. أو والله العظيم انا كلمت راجل قلت له وتفاهم محشش ويعني انا فاكر السباحه. يلا يعني يا هنا ولو طلعت هنا اتعب ناس كتير. انا بنطمن الناس على كتير. الناس كلها طمنت عليك يعني. والله ما في حاجه اقسم بالله في اللي كده. خلاص مفيش حاجه. قول لي قول لي رايك في نادي الزمالك. انا زمالك مش عاوز اقول لحضرتك بيعشى تراب الزمالك جده. سياده هو اسمه سياده احمد سياده. بقول لحضرتك وحضرتك سلم عليك كذا مره قبل كده بيعشق نادي الزمالك وبيقول لك ربنا يديك طول العمر. تكريم ماشي يا راجل. شكرا. سلم على سياده المستشار. قول له والله وهو ماشي قال لي اروح اسلم اقول له عامل ايه؟ انا بحب سيادتك. شكرا يا ريس. يلا يا ريس.